السلام على رسول الله. السلام عليكم الاخوان، كي دايرين بخير؟ نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. كما كتشوفوا هنا سوق الاربعاء للطيور، ندور ان شاء الله نقول لكم الاجواء والله ميسر الجو. كاين الطويره داك واحد، هذا شحال عنده عزيز؟ عام عنده عام. بالنسبه لهذا عزيز الثمن؟ 8 حتى هو 8 الثمن. فهمت ولا؟ عزيز النار ديالك؟ 0-6-48-48 15 للاخوان اللي غيسولوا على الطير، هذا هو الطير اللي كنا صورنا مع الاخ عبد الحميد ربيعه. بالنسبه لنا خويا عزيز قلنا كاين هذا اللي كان كيدور، هو هذا شدر، هذا شحال عنده؟ امين. الثمن ديالو شحال؟ 800. الثمن هو 800. بالنسبه لهذا هو قراعه 800، هذا قراعه 800، الثمن ديالو هو 800. صايب. بالنسبه للنمره 06-06-48-48 65 30 15. واش حاجه النمره ولا ميسر الجامع؟ الله يحفظك خويا عزيز. السلام عليكم. السلام. كيداير خويا حمزه؟ الله يحفظك. بخير؟ الله يحفظك. بالنسبه هنا وليدات كاين جوج كالوبسيس وثلاثه فيشر ليزانس فيشر. ثلاثة ليزانس فيشر. فيشر. كتكون عندهم الجلدة ياك؟ جليدة على العين، الدورة راه عندهم. كتكون عندهم الجلدة على العين؟ اللوينات راه مختلفين. هذا شمن لون يطلع هذا؟ راه يطلع ما عرفتش كيداير، كري. كري. هذا غيطلع بيض. غيطلع بيض. هذا صفر. شمينة شحال هنا؟ 130. بحال بحال ياك؟ بحال. هادو شادين السوران نقول لك شوية على محيدين يومين، هادو باقي على محيدين يومين. سهل هذا هو ماشي باقي، مازال يشدوا، مازال يشدوا السوران. باقي يشدوا السوران. هادو قلنا 130 يلاه كيبداو، هذا فهمتي، هذا بشوية 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 بشوية. بالنسبة هنا كالوسيس لونتينو هو 130 بحال لونتينو 130. وكاين هذا السينامون الثمن ديالو شحال؟ 130 بحال 130 بحال ليزان. هنا هنا كلشي 130 130. ها قلت لي كاين حداد ياك؟ حداد دار 4 عامين. حداد دار 4 عامين. راه بزاف ديال الخوت غيسولوا علاش كيتحرك، كيقول لك دار 4 عامين وكيتحرك. هو راه من الاصل ديالو حداد، راه ما كيتحرك ما كيزكاش بالليل بالنهار كلشي. راه واخد 5 سنين 6 سنين وبالعكس قل فيه التحراك. ما كندخل ليه هذاك كنعلق ليه اللوز وديك اللعيبات، وحتى اللوز كنطحنوا. حيت هو من الطبيعه ديالو كيبقى يتهرب. كيزكاش هو الطبيعه ديالو كيبغي الوقفات بزاف باش يبقى كيرولي هو. حيت هو الطبيعه ديالو ما كيديرش ما كيوقفش. وراه باين البداله، راه باين راه بياض يعني، هو راه كيزرق هذيك الخضوريه كتحيد منه واحد شويه. هذيك الصفوريه من الكبش يعني كت. بالنسبه للثمن ديالو هذا 300 درهم. امين. وكاين هاد القفيه زياد هاد المسرح، الثمن ديالو شحال؟ 170. بالنسبه لهادو قلت لي تباعو اخويا، تباعو هادو راه شباب. الثمن ديالو شحال؟ 100. بالنسبه للاخوان اللي غيسولوا على الكنار، شحال واصل الكنار؟ الكنار اخويا كله بمنقاش في الثمن، هادو راه طفرات. الثمن ديالهم تقريبا شحال كيكون؟ شحال كيكون؟ حالات كيبيعوا 200 ولا برا كيبيعوا 150. يعني 150 بغيتي الطفرات. بالنسبه للعادي؟ العادي راه داير 100 120 130 توما تلاقيتي. توما تلاقيتي. بالنسبه للطيوما شحال قلنا الثمن ديالو؟ 100 درهم. الثمن ديالو هو في 100 تقريبا. شحال تكون عنده هذا؟ دار قسم العام فيت، هذا فيت العام. داو داو هايد. بالنسبه للنمره 06-06 57 96 12 17. اللي بغى شي حاجه النمره والله ما يسير الجامع. الله يحفظك خويا حمزه. النمره بالنسبه لهذا دعاء. قرا هذا ولد ولا جد؟ لا ولد، هذا ولد. يعني كتجي محافظ ولا خلي شي يجبد داك الهم؟ صغير حفاظ اخويا، الكوبيه من صغره وكملت معاه بالول والو، فهمتي؟ هاو دابا الكلام اللي خرج بيه شمن كلام؟ كلام راه اخويا فيه الول والو، فيه كلام ديال الحداد، فيه الحسنيه.
الثمن ديالو شحال كيبقى؟ 1200. الثمن ديالو 1200. بالنسبه للنمرة 06 06 23 23. السلام عليكم. السلام. 23 19 73 19 73 26. اللي بغى شي حاجه النمرة والله ما يسر الجميع. الله يهديك. شو الخلف شنو شحال عنده هذا؟ الثمن ديالو شحال؟ 800. الثمن ديالو 800. هذا اصلا ولد ولا جبار؟ راه ولدش. ولدش. شمن كلام عاطيه؟ حسنيه و حسنيه والوالد بوه. بالنسبة للنمرة؟ النمرة؟ 06 74 07 8 09 52. اللي بغى شي حاجة النمرة والله ما يسر الجامع. الله يهديك. تخطقوا من القفز كل شيء ياك؟ كطلقوها في الدار ماشي؟ في الدار. يعني الطويرة قال لك كيطلقوها في الدار يعني كيطلقوا كل شيء. الله ما يسر. يعني هذا راه هنا ما تقدرش تطلقوا هنا في السوق. السوق. اللهم بارك. تبارك الله. دابا هادي شمن السلاله هادي؟ هادي كمون منز وهادو روال. والشقرة هما كيكونوا بها وكاين الديكور ديالهم ياك؟ كاين الاحمر وكاين الصفر وكاين هاد اللون. دابا هادو طيور الزينة ولا الزينة؟ الزينة. هذا الزينة وهذا الديكور. اللهم بارك. هادو اش قلنا السمية ديالهم؟ هذا الرولو. تبارك الله. راه في واحد الديكور هنا اشمينا شحال هنا؟ تنقول 70 درهم. هذا 60 درهم. هذا 70 هذا 60. بالنسبه للنمره قلت لي ما تخلي النمره هو اللي بغى شي حاجه راه السوق. الله يحفظك يا اخي. شحال عنده عبد الله هذا؟ هذا عندي 3 سنين. 3 سنين. هذا يكري ولا لا خويا عبد الله؟ يكري خدام. هكا نار محمود. كان مغيرو ياك؟ كاين عندي واحد كوبير. لا لا مشينا تبارك الله. قرا حتى هو في شاد الشارع. عايش كلمه تبارك الله. انا لهم فيديو كاين هذا قلت لي قرا. شنو شارط شاد؟ شارط هو الاخر هو. شنو شارط؟ شنو شارط؟ هذا الويدان هذا. اش من هنا شحال؟ هذا بالنسبه هذا الثمن ديالو 900 وهذا الثمن ديالو 1300. هذا 1300 الاخر؟ هذا تيبقى ب 2500 عاطيني في 2000 درهم. يعني هذا بما تكلموا دولي فيه ان شاء الله. تكلم دابا على الاقل كل شيء ما تقولش عليه بعيد شويه. بالنسبه للنمرة بما دوا نطلق شويه. النمرة خويا عبد الله؟ بما دوا 06 96 96
17 33 54 54 اللي بغى شي حاجه النمره اللهم يسهل جابها بما ان شاء الله دواء وندير لهم فيها. هذه هذه ديال الصيد هذه ديال الصيد اخويا، يعني هذه اغلبيه صحاب الطاوط كيكونوا هازين كيكونوا هازين معاهم هذه. اها دابا هنا شنو كاين هنا؟ كولا خويا ديال الفار الصفرا. هذه كولا ديال الفار الصفرا. اها دوريجين اخويا دوريجين ايطالي. هي دابا الدوريجين راه كاين جوج ماركات. جوج ماركات كاين الحمراء وكاين الصفرا. والصفرا فيها جوج ماركات. اه لا لا حتى الحمراء شي فاش الصفرا كاينه قباله واقله رقيقه والغليظ. اه والغليظ اخويا. ما تصورش الله يحفظك كيفاش تلقيتي وطواطق وتيموت كيفاش توكلوا. اه زيد بالنسبه يوكل وطواط صيد وما عرفش يوكلو خايف يموت ليه في الطريق باش تشوي شويه صوفي بحال ما كرياتو. يعني بالنسبه للوطواط الا كنتي الا خديتيه وبان لك ماكلاش يعني ماكلاش في القفز ولا شي حاجه بحال هكا بحال هكا يصوفي ياكل راسه ولا يضرب ليه فمه بحال هكا. يعني شد التفاحه وتبقى شاطي. اه اه بحال هكا تشوي فيها بحال هكا عادي وصوفي الوطواط فهمتش ما ديش نوبه تكون رطبه. اه شي حاجه تكون طيبه بحال التفاحه طيب ولا ضرب لها فمو بحال هكا غيجيبني انا غياكل غيتبدل ما في لسانو. يعني اللي بغى يشري الخلاوه في الوطواط يحاول انه يجيب مع واحد التفاحه اللي تكون شويه طيبه. شكون راه يصوفي راه يصوفي تيمشي يعني يصوفي بما مشى الدار ويبقى يراقبه واش غياكل ولا ما غياكلش السيكال. ضروري ضروري تشلمو. يعني تقريبا قاد ديسير الله يحفظكم اللهم يسير. سيدي خويا مصطفى خير صحه الله يحفظك اللهم بارك نبداو بالجامع ان شاء الله. بالنسبه لهذا خويا مصطفى هذا عنده شي 6 شهور. هذا الثمن ديالو شحال كيبقى؟ 300 هو البيع. 300 هو البيع. هذا باين تكر ولا لا؟ نقولوا انتوا الله اعلم. دابا انت شاك فين شي واد؟ ما نبينش مزيان. انا ما نبينش. قلنا هذا الثمن ديالو 300 راه عنده شي 6 شهور تقريبا. بالنسبه لهنايا الحرشه ديالها جوج كره خويا راه شحال مع الحراره. الشمس هنا الثمن ديالهم شحال هذو؟ 150 هذاك 180. بالنسبه لهنايا؟ بيس ملفلد 180. 180 هذا لوتين واجد الخدمه 200 درهم. 200 درهم. بالنسبه للكنار؟ الكنار هذاك الدكر 120 درهم مكلف. مكلف. واش واحد نتفاهموا معاه؟ يعني هاد الاشمنه هادو اللي كنقولوا دابا راه فيهم قابلين. ها هذا كوبلا كار نورمال تو اوباري كما شحال 850. 850 بالنسبه لهنا الكالا جيتي وهذه انت في هذاك الدكر هذه منشوفه ياك انت في هذاك الدكر شويه مراسه ولكن ما غير الريش ماشي. ها الثمن ديال شحال هذه؟ خلوه ب 90 درهم. 90 درهم تروبيو الدكر هذا الثمن ديال شحال؟ 450 درهم. 450 درهم بالنسبه للنمره؟ فيز هذا انا بغيت نشري 40 درهم. بالنسبة للنمرة خويا حمزة مصطفى 06 99 99 03 29 21 81 اللي بغات شي حاجة النمرة والله ما يسر الجامع الله يحفظك خويا مصطفى. كذا الأمام بخير الله يحفظك. اليوم راه قلت لي كاين الجديد راه كاين الشكال الآخرين ياك ديال المواطنين. اها بالنسبة لكاين هادو كاين هادو اللي كيكون بالسرير ديالهم السرير بتوريو بتوريو شويه العود الضير العود الضير هو هذا العود الضير. بالنسبه لهادو بالنسبه لهادو اللي كيكونوا روند كتكون الخدمه شويه زايده ماشي بحال هذا زايده وزيد شويه هذا مفيرني هذا مفيرني. الثمن ديالو شحال هذا اللي بالسرير؟ تنقول 70 درهم. 70 درهم 70 حتى 60 ولكن يعني شويه الخدمه هذا يعني هذا السين درهم هو البيع ديالو. يعني هذا السين ديال السين درهم هو البيع ديالو. بالنسبه لهادو اللي بلا سرير هادوك اللي بلا سرير 30 يعني الثمن البيع ديالهم هو 30 درهم. بالنسبه كنقولوا الثمن البياسه كدير الجمله اللي بغات الجمله. لا انا تنبيع الجمله كتبيع الجمله البياسه اللي جات تنبيع عليه البياسه. بالنسبه للاشمنه اللي قلت لي واش ديال الجمله وديال البياسه؟ اه الاشمنه اللي قلت لي دابا دابا ديال البياسه ولكن انا تنبيع الجمله. يعني الجمله 5 درهم ديال الجمله تتبيع. يعني راه كينقص شويه الثمن في الجمله. بالنسبه ها بالنسبه للكاجواش هادو هادو كندوزو 20 درهم. هادو 20 ما بين 17 و 20 درهم يعني 17 هو البيع ديالهم. بالنسبه لهادو
يعني راه كيخدم ترونسبور بغا يشد شي فريخات بحال هكا السوق ولا وبالنسبه لهادشي زعما كارخص الموضوع يعني شي حاجه اللي ما غاتشدش الليد شي حاجه اللي كتكون ما كتشدش الليد وبغي تدوز بغي تدوز يعني اما لو بغى شي واحد شي خدمه اخرى راه كتصايب خدمه احسن من هاد بالنسبه للخدمه راه تصايب خدمه احسن من هادي وتشال عود تقدر دير عود احسن من هاد وينوكس تقدر تخدم بالاينوكس يعني السلك ديال المخرى لك يعني اي حاجه بغى اي واحد راه يخدم ها هو الثمن اللي كيختلف يعني الثمن شويه كيزاد واحد شويه بالنسبه للنمره 06 71 92 81 90 اللي بغى شي حاجه النمره ها 91 92 90 اللي بغى شي حاجه النمره والله ما يسل الجامع الله يحفظك على الحميد الله يحفظك الله ما يسل بالنسبه لهنايا 80 درهم هنا الدكور ياك الدكور دابا هادو لا بد من الدود ياك لا بد من الدود الثمن هو 80 هنا راه الدكوره بالنسبه للنمر تخلي النمر اللي بغى شي حاجه السوق ولا السوق هذا طيوط هنايا ماشي للبيع هذا راه الاولى خلاوه شحال واصلين عرفوا اش خلاوه هنا 40 درهم يعني بقاو شي حاجه الثمن هو 40 هذه السلعه ديال المسرح يعني هذه هي كل ستيكالين دابا وبالنسبه للديسير شمن انواع ديال الديسير تعطيهم هذا؟ هو التفاح التفاح ياك اي نوع ديال الديسير؟ التفاح اه جويلة لا جويلة كاين واحد طاير شطوير هنا ديالك هذا ياك؟ واش عنده هذا؟ هذا خويا جدر باش 3 سنين 3 سنين هذا واش البيع ولا؟ لا لا ها الولاع هذا ها الولاع اللهم بارك اللهم يسر اللهم يحفظك عبد الحميد عبد الحميد عبد الحميد عبد الحميد خويا يوسف السلام عليكم خويا حميد كيفاش دايرين الله يحفظك ديالنا محكومه شي محكومه بالنسبه خويا عبد الحميد بالنسبه للطوير ماشي سهل امشي يا خويا بالنسبه خويا عبد الحميد انا نشوفو لك هذاك شوف اخويا هذه امانه ديال واحد السيد جينا خديناها الله يسر لي الامور الله يسر لك بالنسبه لهذا اخويا عبد الحميد هذاك اخويا عنده 4 سنين وكيبيوه في ريشه بيضاء 4 سنين هذا مبيوه في ريشه بيضاء
واش كاين شي طويرات اخرين ولا لا؟ صراحه ما كنديرش الطوارات بزاف، راك عارف يوسف داخلين على موسم ممتاز، مابقيتش كندخل مابقيتش كنخرج. يعني ان شاء الله غتحاول تحفظ ديالك. خويا من المرض دخلتي طايري ولي مريض داك كلشي، اللهم حبسك رف خدم على راسك، ملي تسالي ديك الساعه يكونوا طويرات ان شاء الله في المستوى. ان شاء الله. وبالنسبه هادو ماشي البيع؟ لا دابا جبتو باش ناخذ هاد الطير ونجمعهم بجوج ونديهم نصيفطهم ان شاء الله. بالنسبه للاخوان باش تنصحهم في هذه الفتره هذه اخويا حبايب؟ في هذه الفتره خوت بغيتي تاخذ الطير خذو بالثمن، خوت شي طير مليح اللي غتخدم به، اما ديك العباد اللي الاقتصاد بالثمن راه تهرس انت وغتهرس راسك، اما من الطير اللي غيبيع لك الطير راه بيع باغي تخدم خوت الطير مليح 1000 درهم 1200 درهم ماشي مهم فلوس، المهم انك تاخذ الطير مقتنع به وتمشي تنتج به، هذا هو المهم اللي كاين. يعني اخوان انه ما يجيش يزرب؟ ما تزربش، عندك باغي تولع دابا داخل القرع، ما كنتيش باغي تنتج، صبر يخرجوا القرع وخذ قريعات وسير حفظهم في سيسي الله. كنتي باغي تنتج خذ الطير بالثمن وسير الله يسخر لك الامور وتوكل على الله، يكون قلبك بيضاء ربي غيسر لك الامور. الله يحفظك خويا عبد الحميد. بالنسبه للاخوان اللي بغاو يتواصلوا معك كيفاش يتواصلوا معك خويا عبد الحميد؟ عندي واتساب، ماشي واحد استشاره ولا شي لعيبه على الراس ولا مع حكم العمل وداك الشيء، ما كنعرفش نجاوب كل شيء، مره كنجاوب شويه، راكم عارفين النهار كله في خدمه من 7 ديال الصباح حتى 7 ديال العشيه، كتمشي عندك مالين دات ما خصك تقيم مقسوم، اللي بغى شي حاجه يصيفط ليها في واتساب على الراس والعين. النمره 026 20 78 99 فواتساب. واتساب. بالنسبه للفيس ولا يوتيوب كاين شي؟ يوتيوب اش ان دي فلوغ، فيسبوك باقي ما دارش الله. فيسبوك تسمحوا لي راه قريب ان شاء الله. ان شاء الله. الله يحفظ خويا عبد الحميد والله ميسر الجميع، ونتمناو لك ان شاء الله موسم موفق. ان شاء الله الموسم راه غيعرض علينا ان شاء الله الزرده. ربينا الموسم ان شاء الله، التوفيق كيبقى من الله سبحانه وتعالى، واهم حاجه هي وصلنا للانتاج، هذا هو الشيء اللي كنا باغيين وصلنا ليه، والله يسر لنا الامور. امين والله يوفق الجميع. الله يحفظ خويا عبد الحميد. كذا خويا ايوب بخير صحه الله يحفظك. بالنسبه لنا خويا ايوب هنا كاين جوج ميجاش، هنا هادو عين حمراء ياك؟ واحد راه كان في القصر، هادو خدامين كيفرقوا ياك؟ خدامين الثمن ديالهم شحال؟ 32 درهم كوبلة. بالنسبة لهنايا؟ بالنسبه للنمرة خويا ايوب 06 51 55 68 85 الجداير قلنا هو هذا ياك. واش عنده؟ هذا عنده 4 سنين. الثمن ديال الشهر؟ فيه سكون زوين وفيه شعيوب شعيوب. يعني فيه كلام زوين وفيه عيوب. فيه عيوب. الثمن ديال الشهر هذا؟ هذا كيبقى 700. الثمن ديال هو 700. شحال قلنا عنده؟ 4 سنين. 4 سنين. بالنسبة للنمرة نعاودوها خويا ايوب. 06 51 55 68 85 اللي بغى شي حاجه النمره ولا موسى الجامع. الله يحفظك خويا ايوب. الله يحفظك. هذا خويا حسن. هذاك خويا قرا خويا. هذا قرا. هذا واش حفاضه ولا كلام؟ حفاضه. ها نشوف. شوف السيره ديالك.
بالنسبه لك انت هذاك الطوير ياك نشوفو او الاخوان بالنسبه للسيمو ديالو نعم هذا شحال الثمن ديالو الثمن ديالو هو 600 درهم 600 درهم هو البيع ديالو بالنسبه للاخر الاخر اخويا خصو يتكلم هذاك يتكلم هذاك قرعود العام حفاله خصو يتكلم خاصو يدوي الثمن ديالو شحال يعني هو يعني خاص بنادم شي يتصنق شي يتصنق هذاك يعني الثمن ديالو شي يتصنق هذا باش تدوي هذا الثمن عندي فيديو ديالو اها بالنسبه من غيره شنو كاين 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 هذاك كاين هذوك جوج بياسات تاعهم اه بالنسبه لهذا خويا حسن هنايا هذاك خويا قرع قرع 400 درهم 400 هنا الكلام شنو الكلام الكلام ويدان اه وهذا قرع عنده عامين دابا الثانية بالنسبة للنمرة خويا حسن اليوم راه غنشدك حسن مرحبا اليوم راه غيبان معنا حسن بالنسبة للنيميرو 06 51 73 94 19 اللي بغا شي حاجة النمرة والله ما يسير جامع الله يحفظك خويا حسن هذا ما قلتش أنا واش قلت شي 350 هو البيع ديالو شحال 350 هذا شحال قلنا عنده عنده عامين ديال الثاني ديال الثاني الثمن ديال الكراو يعني بالنسبه لنا اشمينا راه كاينه من 350 درهم وانت طالع على حساب ياك طالع هذاك الطير اللي من لي راه فيه كلام حفاظه اها فهمتيني اللي بغا اخويا عندي فيديو ديالو ولا تيتستسم يعني تيتسلط نعاود النمره اخويا حسن 06 51 73 94 19 اللي بغا شي حاجه النمره والله ما يسير الجمال الله يحفظك خويا حسن اه بما دوا ان شاء الله نديرو لي فيديو خويا حسن قلنا راه نسينا مشديناه اه يلا جبناه خويا هذا شحال الثمن ديالو هذا الثمن ديالو 500 درهم 500 هذا شحال عنده هذا قرع ود العام ود العام نعاودو النمره خويا حسن 06 51 73 94 19 19 اللي بغا شي حاجه النمره والله ما يسير الجمال الثمن قلنا 500 500 هو البيع ديالو فهمي خير صافي الله يحفظك اللهم بارك بالنسبه لهذا الطويط هذا هذا ولد العش هذا ولد العش هذا تقريبا شحال عنده العام 2023 2023 هذا اش من كلام هذا كلام فيه كلام فيه الحسنية وكلام ديال الوطن كلام ديال الوطن الثمن ديالو شحال هذا صيدة كيصيد هذا كيصيد الثمن ديالو شحال الثمن ديالو 600 كاين من غيره ياك هنا شنو؟ جدار 4 شهور الثمن ديالو شحال؟ 150 150 درهم بالنسبة هما اللي كاينين ياك؟ ها بالنسبة للنمرة؟ كملوا مع الله يعني نحاولوا نكملوا مع الله بالنسبة قال لنا نكملوا معاك باش ناخذوا النمرة ياك؟ ديال كل شيء إن شاء الله بالنسبة للطاوط اللي صورنا وبالنسبة لهنايا هنايا هذا ميسو هذا شمن كلام هذا؟ في الضربه ديال الكناري واش ديال المولى ديال المولى كيدوي ديال المو الثمن ديالو شحال هذا 150 الثمن ديالو هو 450 يعني هذا 450 فيها ماش قال يعني بنادم تمشي تصنط وبالنسبه للهضره قال لك راه داوي 450 راه كيما قال بالنسبه لنا الجحموميه 150 جدر ولا قرا ولا مشدود عاقل هذا مشدود عاقل ها الثمن ديالو شحال 350 بالنسبه للموقنين اخويا كاين هذا الطير هذا ودعش باك فيكس 2.5 هذا باك فيكس الثمن ديالو شحال 500 درهم هو من غيره هنايا كاين هذا الطوير هذا خدا واحد السيد صاحبي قال لي ولكن خوينا كنقول شي نتوالا قلب واحد السيد تو قال لي نتوالا العابين العينين صغار راس صغيره يعني هذه نتي بلا ما ندويو على هذيك مشكوكه اه ماشي مشكوكه 100% انا قلت نتوالا اه يعني تنساليو اه يعني بالنسبه للنمره 06 60 33 43 90 اللي بغا شي حاجه النمره والله ما يسير الجامع الله يحفظك الله ما يسير الاخوان اللي كسولوا على الحمام اللهم بارك هذا الرومي اخو اه هنا الرومي هذا الدكتور كاملين هذا الدكتور ديال الفري شويه هذا الدكتور ديال الفري هذا الدكتور الرومي هذا الدكتور شويه جديد هنا اثمنه شحال هنايا هذوك 1000 ريال هنا 50 درهم بحال بحال هذاك ديال يعني هنا الفري 50 درهم بالنسبة لهذا الروامة راه قلنا تما 50 درهم بالنسبة لهذو ديال الزينة ياك هذوك زوينين هذو لا هذو الزينة ولا
ديال الزين اها صلاح كلشي فرامني فرامني بالنسبه لهنايا هذوك خويا 30 درهم الزويجه هذوك الزويجات بلديين الماء كلاك صلاح حتى هما كلشي بالنسبه لهنا جوج زويجات بلديين الثمن ديالهم هو 30 درهم هنايا هذوك خويا 100 درهم 100 درهم زويجات تما زويجات ديولاش هنا هذوك خويا فري هذوك فرات هذا بول مال كما قلنا هنا جوج زويجات كما كل زويجه 100 درهم بالنسبه هنايا هنا زويجات ديال الفريد الثمن هو 100 درهم الزويجه هنايا هذيك الزويجه ديال اليمن دوريجي هذيك ورقه ديال 10 بوحدها هذه ورقه يعني 100 درهم هنا 100 درهم هذه نشيوه ياك خويا بالنسبه للدجاج هنايا هذاك فريريج الاخر ديالو 100 درهم 100 درهم واخا نهز نشوف هز قلبو اخو هذاك خويا ما كليش على البراش من البرا هذا مخلط مع انا هذا باقي صغير مغشويه هذا الثمن ديالو شحال قلنا 100 درهم وانا يبان والو ما مولش للزين لا كلشي هادشي اه بالنسبه ليا هنايا هادوك اخويا 60 درهم بياس 60 درهم هنا شنو كاين؟ هاديك نتوما مخلطة هادي نشيوها مخلطة باش مخلطة هادي؟ هاديك مخلطة فيها اخويا البولو مخلط بولو مخلط هنايا؟ وداك الدكار مخلط الثمن ديالو شحال؟ ما مفرديش مزيان هادوك 60 درهم بياس 60 درهم بياس بالنسبة للنمرة يا اخي؟ 06 62 81 01 21 29 اللي بغا شي حاجه النمره والله ما يسير الجامع الله يحفظك يا اخي الله ما يسير